زيدو أستاذ هذا السيردون، هذا الدراسة ديال جيرمان هي دراسات في المغرب، في تاريخ المغرب، في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين، الوظيفة التحكيمية للمخزن. عطينا واحد النبذة أستاذ على هذا الشيء، لأنه أنت من الشغوفين التاريخ، ونشكرك لأنه اهتمام الوثائق راه نادرا في حسن نقوشي معلومات على من تلك النواحي. عطينا هذه النبذة ديال هذا سيدي، هذا سيدي جيرمان عيوش، كان أستاذ في المعهد الحسن الثاني للزراعة البيطرة، وكان مهتما بالدراسة السوسيولوجية وخصوصا المنطقة ديال حوز مراكش. كتب عنا، ومما كتب عنا كتب عن ظاهر الفصال الذي أصدره السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام في النزاع القائم بين قبيلة تهنفيفة وقبيلة أولاد أبو السباع القائمة بمنطقة مراكش قدم الأطلس الكبير، كما أشار الأستاذ والباحث السوسيولوجي جيرمان عيوش في هذه الصفحة صفحة 156 قائلا بأن الصراع كان قائما بين قبيلتي هنفيفة وأولاد أبي السباع حوالي سنة 1850. كان سكان القرى هنفيفة قد اضطروا إلى مغادرة أراضيهم تحت واقع المجاعة بحثا دون شك عن الملاذ في اتجاه مناطق قبيلتهم الواقعة في العالية، بعد عودتهم إلى أعقاب المسغبة. يعني بعد هادشي علاش تنقاوم موالين لله ريبة، مثلا عندهم حق ديال الأرض في القصبة الفوقانية وتشمير وهكذا. هذا شكل، هذا شكل آخر من أشكال ديال النزول، النزول إلى الأراضي الساهلية إبان فصل الإبان الفترة الباردة. المجاعة ماشي ما كانش الحظ لأنه كانت ديك البلاصة، المجاعة، المجاعة هي اللي، المجاعة هي اللي يجيو جهة العيون عيني من لون داكشي. حتى الحروب في مرحلة من المراحل، المرحلة التاريخية خلاص، وكاين حتى التناقض، كاين تحرك ديال القبائل بسبب، بسبب لان كان مجموعه من القبائل المغربيه كانت هي قبائل غير مستقره، كانت تقوم بالبحث عن يعني الكلاء، ولان قبائل رعويه ومن القبائل الزراعيه هي التي كانت مستقره. هذه 156 خلاص قال لك يقول الأستاذ جيرمان عيوش دون شك لقد اتخذ موقف، إذا أنه يعني يقصد السلطان، بين أن موقف الإنصاف ويتعين علينا أن نقدر الجهود المتبصرة بديلة للكشف الدقيق عن الحقوق المضمومة، وكذا الأمر مثل الاهتمام بالحصول على تعويض عنها دون أن يصل الأمر إلى ذلك إلى هدم حقوق الطرف الخصم. كيف لا نأخذ في الأخير بالاعتبار أن السلطان حاول الوصل إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى قرار السلطة، ذلك محاولة رغم من فشلها هي دليل على الرغبة الصادقة في المحافظة على أوثق الروابط الودية بين القبائل المتجاورة. ومن جانب القبائل فإن كل شيء يدعو إلى الاعتقاد دون أن يكون في مقتضى تأكيد ذلك بناء على النص الوحيد المتاح بأن تدخل السلطان جاء بناء على طلب صريح من قبيلة هنفيفة، ومهما يكون فإن قراره لم يعمل إلا على غمرها بالامتنان وتقوية شعورها، وكذا الأمر بالنسبة لشعور القبائل المجاورة بالخضوع لسلطته بكل إجلال. أما بالنسبة لأولاد أبو السباع فإن عدم قبولهم قرار التحكيم يماثل على الأكثر رفض طرف قام برفع الاستئناف دون أن يكون لهذا السبب قد رفضوا التحكيم أو طعنوا في صلاحيته أولئك الذين قدموا لإجرائه. لقد تركوا تحقيق يجري بين ظهراني واستجابوا المحققين ووقعوا محضر الجلسه المحرر امام هذا، يعني الى اي حد كانوا هم انفسهم شعورا باندماج في النظيمه حتى ولو كانوا في الحاله الراهنه لم يحصلوا بها على ما يرضيهم، فتلك مجموعه كامله ترتسم فيها مسبقا صوره جد مخالفه، والحق يقال التي تصدينا لها فيما سبق، بيد أننا صنعنا هذه الصورة تحدث تتكد بدراسة الأمثلة الأخرى التي سنستعرضها على اتحال. هذه سيدي سنقول لك، هذه رسالة ديال شي قائد من القياد ديال أبي السباع، لا 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 كرهو أنعمنا على المرابطين أولاد سيد رحل الحسيني على سواقيهم الرافدين على أملاك الزاوية كلهم أين كانوا، ونعين منهم الساقيتين الطالعتين سدهما من واد فمتانوت بمعنى إيمين تانوت، لأن الترجمة ديال إيمي هي فم،
لا. ساقية المسمات بطبرزقت وساقية الحبيشية بموضع تردخت وجميع الأرض الخارجين عليها. ما الساقية المذكورة يحدها من القبلة الواد المذكور وأسفلها ساقية أحمد بن عمران، ومن الغرب الطريق النافذة من فمتانوت لشيشاوة، ومن وجه الأمر وهو الذي ابتدى منها الساقية المسمات بإجمير سيد رحال موشا على سبيل الإقطاع. من سيد رحال ولا لا؟ لا إجمي إجمي بمعنى إجمير إجمير لا إجمير هو إجمير سيدي باللغة الأمازيغية الترجمة ديالتها هي واحد بحال قلتي تفريت، تيكون مجموعة فيها الماء وتكون فيها ذاك القصب ديال الماء اللي كيتسمى الكزمير، هذاك هو إجمير باللغة الأمازيغية. صافي واش تيجمي ولا لا؟ إجمير 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 هو مرتفع، مرتفع تيكون واحد المرتفع تيكون مجموع فيه الماء وتيكون فيه واحد القصب اللي تيكون القصب ديال القصب ديال هذوك اش كيتسموا اللي كيتجمع فيه اللي كيكون فيه المجموع فيه الماء هذوك المطفية لا البحيرات الغدير تيفريت تيفريت ايوا هي هذيك تيكون جمع فيها الماء وتيكون جمع فيها الماء وتيكون نبت ذاك تيكون من نبت النجم وتيكون نبت القزمير. القزمير هو قصب رقيق تيكون تسمى القزمير وتيكون ذاك المرتفع تيسميوه الامازيغ إجمير إجمير تما جات السميه ديال الساقيه ساقيه إجمير سيدي رحال. هكاك وراه كاين واحد الرسم ولكن كاين عند شي ناس هنا من الناس ديال النفيفه ورسم تأكد على أن الحسينين كياخذوا ثلث ديال الماء في هذيك العين، وكان تاريخيا تياخذوا هذاك الماء تيسقيو به الأراضي. هو كاين واحد التراضي بين الطرفين بين الأمازيغ ديال النفيفة وبين الحسينيين على أساس يسقيو الأراضي ديالهم تما، لأنه كاين توافق تاريخي حنا ما عرفناش الأصول ديالو ولكن كان قائما لأن كان الماء في العين. نعاود نرجعوا للنص النص ديال الدير. ساقيه إجمير سيدي رحال موشن على سبيل الاقطاع والتمليك كما نامر الواقف على هذا الظهير من خدامنا وعمالنا وسائر ولاة امرنا هنالك ان يعمل به ويعظمهم ويوقرهم ويشد بعضدهم على املاك الزاويه ويعمل بمقتضاه ولا يتعداه والسلام. صدر به أمر المعتز بالله في تاريخ 20 رمضان عام 1309 هجرية، يعني الظاهر تقريبا غادي يكون في 1870 كذا 1870. المهم الظاهر هذا ظاهر ديال السلطان كانت دونك السواقي حنا تنعتقدوا انه مراد داروا في الايامات اللي استعمل لا لا, لا 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 هذا اعتقاد خاطئ. كثير من الناس يعتقدون بان السواقي ما تداروا الا في فتره الحمايه، ولكن الاصل ان السواقي كاين السواقي اللي دازوا في واحد الفتره في ايامات السعديين ويامات الموحدين ما تمرت على الفلاحه، راه كانت مرسوم مغاربه الفلاحه قبل ما يكون حمايه ولا 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 استعمار. دابا هذا اللي قلتي من عيني من الاول ودايزا كاين ودايزا من الجنب ديال تازورت، راه ما كاينش اللي بدلا اللي حولها الا فاش داز الطريق الوطنيه يامات الحاج عمر نص بلاصه، راه هما اللي حولوها ردوها لجنب الواد. من بعد جات فرنسا ودارت ليها نص قادوس، داك نص قادوس اللي كان دايز داز تقريبا في الخمسينات وكانت خارجه وكدوز على ايكداشن وكدوز كتمشي هذوك الدوائر ما عرفتش الترتيب ديالهم ايت عبد الله وايت يحيى تابعين جماعه النفيفه تابعين جماعه النفيفه ايت يحيى مشكوك ايت مشكوك قريبين ايت مشكوك وعاد كتقلب هي للمدينه وكتخرج من المدينه وكتهبط كتهبط البلايص اللي الضفاف ديال نهر ايمين تانوت ديال وادي ايمين تا هما كيستافدوا منها تا هما المناطق البريه تا تدوز تما وكدوز تا تدوز تسقي الاراضي تما باقي شي اثار حتى في الانزيمه ديال الساقيه تقولوا منين جات كاين السواقي في الانزيمه تا هما كاين السواقي اللي ديزين اكثر ديال الناس كيعتقد بان فرنسا دوزت السواقي لا كاين سواقي وكاين الفتره
السقي والزراعه راه قديمه اصلا في المنطقه، ماشي السلام عليكم السلام، راه حنايا فرنسا هي اللي دارت لنا شي حاجه. السواقي كاع مشاو كاع تريبوا. هذا مشكل، هذا مشكل، هذا مشكل ديال السواقي اللي طالهم الاهمال، لانه الناس بداو تيتبدل عندهم ذاك ديك الممارسه ديال سميتو الممارسه ديال ديسك سوال ديال ما بقاش معيشه يعني الناس ما بقاش كيعتمدوا على الفلاحه كمعيشه كينباز كقاعده العيش، ولو كيمارسوا مهن اخرين وبداو تيفرطوا في الفلاحه ديالهم بحكم التغيرات المناخيه، بحكم الجفاف، بحكم قل شحة الأمطار، بحكم شح مياه العيون. هذه ظاهرة جغرافية مناخية حاول الإنسان أن يتعايش معها بتغيير نمط حياته من الزراعة إلى الفلاحة أو حرف بداو الناس كيمارسوا بعض الحرف اخرين خارج الفلاحه. ما بقاش النشاط الرئيسي. ما بقاش النشاط الرئيسي. شكرا استاذ السردوان، معلومات قيقه، شكرا.